كرة ملعوبة وجول البديل فيليبي إيفيناتي. إيفيناتي يسجل الهدف الأول بالدقيقة 103 من عمر المباراة. إيفيناتي وقلنا وتوقعنا أن المباراة تنتهي للأوروغواي. إيفيناتي يسجل الهدف الأول بالدقيقة 103 من عمر المباراة ويسجل الهدف الأول بهذه البطولة. قلنا هي مباراة الهدف الوحيد وراح تكون لمنتخب الأوروغواي، وإن شاء الله يكون هذا التوقع، لكن نتمنى أن نشوف أهداف ونشوف كرات جميلة بالوقت المتبقي من عمر المباراة.